اللي كتبعوا معنا اليوم بعد سنوات متعددة ومعاناة ساكنة المعارف، زوار المعارف، الجميع كان يعاني، تجار المعارف، أطفال المعارف، نساء المعارف، الكل كان يعاني من هذه البؤرة. هذه البؤرة اللي كانت كطرح مشاكل أمنية، لأن كان هناك عملية قتل، عملية نشل، الاشتباكات بالسلاح الأبيض، بالسيوف، يوميا هذا الشيء، حروب بين المشجعين ديال الفرق الرياضية ديال كرة القدم، زعما جميع مظاهر لا أمن كانت كتخلقها هذه البؤرة هذه بعد سنوات. ثانيا اللي شفنا هو أنه هذا المحل هذا ملي جينا نبحثوا لقينا بأن مبني بدون تصميم، وفوق ملك عام، ماشي تا ملك الخاص ديال الجماعة، فوق ملك عام. بعد ما قمنا بالإجراءات الإدارية وخصوصا ديال المفوض القضائي بالنسبة للمحلات المهملة واللي هي كثيرة جدا، اللي مستغلة فقط واحد العدد ديال عدد الأصابع اليد، واللي للأسف الشديد أنها حتى الاستثمار ديالها استثمار راكم شفتوا كي دايره الحالة ديالها. ثانيا وهذا قمنا بعملية ديال الخبرة عن طريق البيدوزي اللي عطتنا أي السقوط، ودرنا مفوض قضائي لإثبات حالة الإهمال، وعندنا شكايات متعددة ديال المواطنين، عندنا عريضة ديال 1000 توقيع ديال الجيران واللي مستعدين يشهدوا بأن هذه المسألة مسألة لا أمن، ومسألة ديال تضرب. إذا فحنا بعد ما تابعنا جميع المساطر الإدارية اللي حنا في مرحلة الهدم، باش إن شاء الله غادي نجعلوا منها منطقة خضراء وباء، ساحة لجلوس للاستفادة من طرف الساكنة.